السلام عليكم. الحلقة اللي غالبية المتابعين بانتظارها، وهذه أول مرة تمر هيك فترة طويلة بدون ما مسوي لكم فيديو للأسعار، لأن معوديكم كل أسبوعين تحديد جديد للأسعار، لكن بسبب الأوضاع الحالية والحظر المفروض ومراكز البيع غالبية معزلة فاضطرينا نأجل الحلقة. لكن اليوم جبت لكم الأسعار كاملة مكملة، وإذا لقيت الجهاز ما موجود فمعناها صاحب المركز ما متوفر عنده، وياها أيضا خدمة توصيل أنت قاعد ببيتك يوصل لك الجهاز، سواء كنت ببغداد أو المحافظات الجنوبية. ونقدم كامل اعتذارنا لمتابعينا وإخواننا بالمحافظات الشمالية والغربية لعدم توفر خدمة توصيل بهذه المناطق. خلونا نبلش بالأسعار. أنا محمد من قناة تك تايم، وأهلا بكم في فيديو اليوم. طبعا هذا الفيديو برعاية مركز سمر سنتر للهواتف النقالة، العنوان المنصور شارع 14 رمضان مجاور مطعم الساعة، وارقام التواصل ويا الشباب ظاهرة امامكم على الشاشة. كالعادة نبدأ وياكم باسعار شركة ابل، واول جهاز الايفون 11 ذاكرة 64 سعره 710 دولار، والايفون 11 ذاكرة 128 سعره 760 دولار، والايفون 11 برو ذاكرة 64 سعره 1000 دولار، والايفون 11 برو ذاكرة 256 سعره 1150 دولار، والايفون 11 برو ماكس ذاكرة 64 سعره 1160 دولار، والايفون 11 برو ماكس ذاكرة 256 سعره 1350 دولار، والايفون اكس اس ماكس ذاكرة 64 سعره 760 دولار، والايفون اكس اس ماكس ذاكرة 256 سعره 900 دولار، والايفون اكس اس ذاكره 64 سعره 575 دولار، والايفون اكس اس ذاكره 256 سعره 730 دولار، والايفون اكس اس ذاكره 512 سعره 800 دولار، والايفون اكس ار ذاكره 64 سعره 580 دولار، والايفون اكس ار ذاكره 128 سعره 680 دولار، والايفون اكس ذاكره 64 سعره 550 دولار، والايفون اكس ذاكره 256 سعره 670 دولار، والايفون 8 ذاكره 64 سعره 460 دولار، والايفون 8 ذاكره 128 سعره 510 دولار، والايفون 8 بلس ذاكره 64 سعره 530 دولار، والايفون 8 بلس ذاكره 128 سعره 610 دولار، والايفون 8 بلس ذاكره 256 سعره 625 دولار، والايفون 7 ذاكره 128 سعره 370 دولار، والايفون 7 بلس ذاكره 32 سعره 390 دولار، والايفون 7 بلس ذاكره 128 سعره 440 دولار. خلصنا من اسعار التفاحه ونطب على اسعار شركه سامسونج. أول جهاز ويانا S20 Plus ذاكرة 128 ويا سماعة البوتس بلس سعره 820 دولار، والS20 Ultra ذاكرة 128 ويا سماعة البوتس بلس سعره 1100 دولار، والS10 ذاكرة 128 سعره 600 دولار، والS10 Lite ذاكرة 128 سعره 500 دولار، والS10 Plus ذاكرة 128 ويا ملحقات سعره 720 دولار، والS10 بلس ذاكرة 512 سعره 725 دولار، والنوت 10 بلس ذاكرة 256 سعره 765 دولار. طبعا هذا ويا الملحقات. والنوت 10 لايت ذاكرة 128 سعره 450 دولار، والنوت 9 ذاكرة 128 سعره 580 دولار. أما فئة الأيات، والأي 10 اس ذاكرة 32 سعره 120 دولار، والA20S ذاكرة 32 سعره 143 دولار، والA30S ذاكرة 64 سعره 170 دولار، والA50 ذاكرة 128 سعره 225 دولار، والA51 ذاكرة 128 سعره 255 دولار، والA70 ذاكرة 128 سعره 295 دولار، والA71 ذاكرة 128 سعره 365 دولار،
والأي 80 ذاكرة 128 سعرة 400 دولار، والأم 10 ذاكرة 32 سعرة 115 دولار، والأم 30 ذاكرة 32 سعرة 175 دولار، والأم 30 أس ذاكرة 64 سعرة 240 دولار. خلصنا من أسعار شركة سامسونج ونحول على أسعار شركة هواوي. أول جهاز عندنا المية 30 برو ذاكرة 256 سعرة 890 دولار، طبعا وياه هدايا. والمية 20 برو ذاكرة 128 سعرة 570 دولار، والمية 20 ذاكرة 128 سعرة 450 دولار، والمية 10 برو ذاكرة 64 سعرة 400 دولار، والبي 30 برو ذاكرة 128 سعرة 530 دولار، والبي 30 العادي ذاكرة 128 سعرة 500 دولار، والبي 30 لايت ذاكرة 128 سعرة 210 دولار، والنوفا 5T ذاكرة 128 سعرة 295 دولار، والواي 6S ذاكرة 32 سعرة 113 دولار، والواي 7 برايم 2019 ذاكرة 32 سعرة 125 دولار، والواي 7 برايم 2019 وذاكرة 64 سعرة 135 دولار، والواي 9 2019 ذاكرة 64 سعرة 165 دولار، والواي 9 2019 ذاكرة 128 سعرة 183 دولار، والواي 9S 2019 ذاكرة 128 سعرة 225 دولار، والأونر 8X ذاكرة 128 سعرة 185 دولار، والأونر 8X Max ذاكرة 128 سعرة 240 دولار، والأونر 9X ذاكرة 128 سعرة 225 دولار، والأونر 10 Lite ذاكرة 128 سعرة 165 دولار، والأونر 10i ذاكرة 128 سعرة 180 دولار، والأونر 20 ذاكرة 128 سعرة 275 دولار، والأونر 20 برو ذاكرة 128 سعرة 415 دولار. خلصنا من أسعار شركة هواوي ونحول على أسعار شركة شاومي. وأول جهاز موجود هو المي نوت 10 ذاكرة 128 سعرة 400 دولار، والمي نوت 10 برو ذاكرة 256 سعرة 475 دولار، والكي 20 برو ذاكرة 128 سعرة 340 دولار، والكي 20 برو ذاكرة 256 سعرة 360 دولار، والمي 9 تي ذاكرة 64 سعرة 225 دولار، والمي 9 تي برو ذاكرة 128 سعرة 335 دولار، والمي 8 ذاكرة 128 سعرة 275 دولار، والمي 8 برو ذاكرة 128 سعرة 300 دولار، والمي ميكس 3 ذاكرة 128 سعرة 350 دولار، والريدمي نوت 7 ذاكرة 64 سعرة 125 دولار، والريدمي نوت 8 ذاكرة 64 سعرة 160 دولار، والريدمي نوت 8 ذاكرة 128 سعرة 180 دولار، والريدمي نوت 8 برو ذاكرة 64 سعرة 200 دولار، والريدمي نوت 8 برو ذاكرة 128 سعرة 220 دولار، والبلاك شارك 2 ذاكرة 128 سعرة 375 دولار، والبلاك شارك 2 ذاكرة 512 سعرة 500 دولار، والبلاك شارك 2 برو ذاكرة 256 سعرة 550 دولار، والبوكو فون F1 ذاكرة 64 سعرة 250 دولار. خلصنا من أسعار شركة شاومي ونحول على أسعار شركة أوبو. الأوبو رينو 2 ذاكرة 128 سعرة 520 دولار، والريلمي X2 برو ذاكرة 128 سعرة 375 دولار، والريلمي X2 برو ذاكرة 256 سعرة 465 دولار، والريلمي 5 برو ذاكرة 64 سعرة 219 دولار، والريلمي سي 2 ذاكرة 64 سعرة 115 دولار، والريلمي الإكس تي ذاكرة 64 سعرة 285 دولار. خلصنا من أسعار شركة أوبو. نحول أكو بعض الأجهزة الطاقة وهواي من المتابعين يطلبوها راح أذكرها لكم، مثل الزوز روك 2 ذاكرة 128 سعرة 540 دولار،
والأزوز روك 2 ذاكرة 512 سعره 885 دولار، والنوبيا ريد ماجيك 3S ذاكرة 128 سعره 590 دولار، والوان بلاس 60 مكلارن ذاكرة 256 سعره 600 دولار، والوان بلاس 70 مكلارن سعره 800 دولار، والجوجل بيكسل 4 ذاكرة 64 سعره 800 دولار، والجوجل بيكسل 4 XL ذاكرة 64 سعره 1000 دولار، والجوجل بيكسل 4 XL ذاكرة 128 سعره 1200 دولار، والأوبو الفايند اكس ذاكرة 256 سعره 700 دولار، وآخر شيء الجالكسي فولد ذاكرة 512 سعره 1800 دولار. أتمنى شباب الفيديو نال إعجابكم وغطيت كل الأجهزة الموجودة بالسوق. أي استفسار عندكم، أي جهاز تريدون تطلبوا، اتصلوا على المركز، ظاهرة أرقامهم على الشاشة أمامكم، تواصلوا وياهم وشوفوا شنو الجهاز اللي يعجبكم وطلبوه. مثل ما ذكرت التوصيل راح يكون فقط ببغداد والمحافظات الجنوبية. إذا عجبك الفيديو فتعرف شو تسوي، سوي لايك واشترك بالقناة إذا ما مشترك أول مرة تتابعنا، شير الفيديو أصدقائكم على الفيسبوك على إنستغرام تويتر على أي منصة اجتماعية حتى غيركم يستفاد. إن شاء الله أشوفكم فيديو قادم، تحياتي لكم، في أمان الله. طبعا قبل لا أنسى أنه الأسعار التابلتات والآيبادات إن شاء الله راح أحصلها من عنده، لأنه الأسعار شوية متغيرة والآيبادات شوية بصعود، فإن شاء الله بس تصفى الأسعار أحاول أخذها من عنده وأسوي لكم فيديو كامل عليها. من هنا وهاي، آسف إذا طولت عليكم، تحياتي.